السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم سوف نقدم لكم طبق شهي ولذيذ، هو سكسو مغربي تقليدي باللحم، كيجي بنين ولذيذ. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير، وقبل ما تشاهدوا الفيديو اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم واضغطوا على الزر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو عندنا هي خيزو، دائما الخضر حسب متوفر عندكم. بالنسبة لي خديت 4 الخيزوات، عندي كذلك توخريفيت القرعة الخضراء على هذا الشكل، عندي المكور، يمكن لكم تاخذ الكمية اللي بغيتو قليلة ولا صغيرة. المكور خديت هنا ربع، عندي 3 حبات تاع الطماطم هانتوما كتلاحظو، عندي 3 حبات البصلة متوسطين، إلا عندكم ديرو كبار هذا الشكل. عندنا هنايا الحمص، زلافة الحمص خديتها بالنسبة زلاف الحمص 200 غرام حسب اللي بغيتو. دائما الحمص كنبيتو ليلة كاملة تيبات باش كيجينا كيبات، باش الا طيبناه دغيا كيطيب لينا، ما كيبقاش قاصح دائما. هذا هو الطريقة ديال الحمص، كيبات وكنصفيو. بالنسبة لي خديت زليفة كبيرة، عندي ربيطات القزبر ومعدنوس، عندي كذلك الدنجال خديت 4 الحبات، يمكن لكم تاخدو أكثر. عندي هنايا 4 الحبات ديال الفيتا، عندي السلوية وحدة، خديت السلوية وحدة، خديت التخلفيت الأخرى هاد المكورة كتجي كذلك لذيذة بنينة، عندي الفلفلة حارة حسب الدور، عندي هنايا القرعة، القرعة الحمراء بالنسبة لي اختريت هاد القرعة، يمكن لكم تختاروا أي نوعية ديال القرعة. بالنسبة لي مشيت للمارشي قالت لي وأنا ناخدها كتجي بنينة ولذيذة سكسو. عندي كذلك بالنسبة للمقادير ديال باش نطيبو اللحم، بالنسبة للسكسو عندي سكسو، بالنسبة لي اخترت هاد السكسو من نوعية لأنه النوعية كتجي نوع القمح الصلب تيجي مزيان، وبالنسبة حتى للمبتدئات ما كيتعجلهم. خديت الرقيق، يمكن لكم تاخدو الرقيق ولا متوسط الغليظ، عندي هنا تقريبا كيلو حسب اللي بغيتو. عندي اللحم، قطع تاع اللحم نص كيلو 600 غرام حسب اللي بغيتو. عندي العطرية، بالنسبة للعطرية الخرقوم، عندي كذلك الخرقوم، الملح حسب الذوق، الإبزار، عندي هنا عفوا خديت قلت لكم الخرقوم، هنا الخرقوم، الإبزار، الملح، سكنجبير، الفلفل الحار. بالنسبة لهذا الفلفل الحار اختياري اللي باغي يديرو ولا مبغاش يديرو ما يديرو. عندي كذلك الزعفران، دائما كناخذ الزعفران كنصبو في الماء وكنطرقو حتى تيطلقنا مزيان، باش كيطلقنا باش كيعطي المفعول ديالو مزيان. عندي كذلك الزيت، بالنسبة للزيت يمكن لكم تختاروا الزيت، ولكن بالنسبة ليا أنا كنفضل زيت الزيتون، كتجي كيجي بها سكسو لذيذ وبنين. واللي ما عندوش يمكن يدير نص زيت الزيتون نص نباتي، يمكن كذلك يدير زيت نباتي، بالنسبة هيك كيجي سكسو بها بنين ولذيذ. بسم الله. كناخد هاد الكوكوط كندير فيها شوية ديال الزعفران على هاد الشكل، بالنسبة راه سخنات ليا الكوكوط، كنحاولو سخنات لأن الكوكوط البطاطا سخنية طويلة. سكنجبير ما عمرش بزاف، معلقة هادي متوسطة، شوية ديال الملح، الخرقوم كذلك هانتوما كتلاحظو معلقة، نص معلقة ديال هاد الخرقوم. عندي هنا السودانية شوية، بالنسبة ليا كيما قلت لكم اللي بغا يدير ها ماشي يديرها، استغنى عليها كتجي بنينة ولذيذة، واحد اللذة لا تقاوم. نص معلقة ديال البزر ما عمرهاش. كناخدو هاد اللحم كنديرو فيها، لأن بالنسبة للحم إلا خديناها تقريبا ودرنا فيها العطرية الأولى وتركناها حتى تتشرب العطرية ديالها كتجي بنينة ولذيذة وواحد اللذة لا تقاوم. كندير واحد شويه ديال الزيت شويه وكنمزجو هاد المكونات حتى تتنتج هاد العطريه، من بعد تنصبو من بعد كنمشو هانتوما باش كتجينا اللحم لذيذه واحد اللذه بنينه بزاف. من بعد كنصبو هاد البصله كنقطعو على هاد الشكل، كنمزجو الكل مزيان، كنزيد واحد شويه ديال الزيت باش كنقليو هاد اللحم مع البصله باش كتعطينا لذة بنينه، وكنتركو اللحم حتى تقلى. بسم الله. بعد ما تقلات لنا اللحم مزيان مع البصله، كنصبو هاد اللحم في الزليفه ديال الحمص هانتوما، كنصبو هاد السليفه
كنصفو عليها الماء. بالنسبه للماء قريبه شي جوج طول، لان كتعرفوا بان راه الحمص راه كيشرب الماء وكيفد ليا مزيان، لان الحمص يبغي الطياب واللحم كذلك مع الطياب. كنديرو تقريبا جوج طول حتى جوج طروس وكنسدو عليها وكنتركوها جانبا تطيب لينا. كما كتلاحظوا بان هاد الطريقه اللي كنديرها كيجي بها سكسو لذيذ وبنين. كنسدو عليها الكوكوط. بسم الله. الان غادي نحاولو نديرو السكسو. بالنسبه للسكسو دائما الطريقه اللي كندير يعني فوره واحده. ها هو السكسو كندير كنصفو هاد الاناء. بالنسبه ليا خصايب كيلو هذا الرقيق ديال السكسو. كناخد شويه ديال الملحه، معلقه عامره دائما الملح حسب الذوق، وكنحاول نلبسو بهاد تلبسو مزيان، لان كيف ما كنسبق كان دائما كندير الطريقه المعتمده عندي، كنقبض كيلو ديال السكسو في اتر ديال الماء، ولكن حتى تلبسو مزيان بهاد الزيت، لان الزيت هو اللي ما كتخليش يتعجن، ونخوي في الماء يكون طايب سخون، وكنبقى تلبس فيه مزيان، من بعد عاد تنصب فيه الماء. بسم الله. بعد ما لبسنا السكسو درنا ليه زيت مزيان، الزيت حسب الزيت، زيت الزيتون أولا زيت نباتي اللي بغيتو. كنصبو فيه كما كتلاحظو الماء سخون، كنصبو فيه كاملو وكنتركو تقريبا تلت ساعة حتى تيشرب لينا هاد السكسو مزيان الماء. هاد الطريقة بحال راه طاب وفرفر الأولى، كيجي مزيان وكنغطيو عليه وكنتركو راه تيشرب لنا الماء كلو وكيتضاعف الحجم ديالو. بسم الله. هانتوما كتلاحظوا بعد ما لقينا الخضرة كاملة كنحاولو نديرها العطرية، يعني باش كتجينا هاد الخضرة بنينة وكتجينا لذيذة. كنديرو شوية، بالنسبة هذا البزار نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة ديال الخرقوم، هانتوما كتلاحظو نص معلقة صغيرة ديال السكنجبير، ودائما الملح حسب الذوق. كنديرو غير واحد شوية ديال الملح وكنمزجو الكل، ونمرو باش نطيبو هاد الخضرة. نوريكم الطريقة كي غنطيبها دائما، الطريقة راه كتجي بنينة ولذيذة، باش ما لبسنا هاد الخضرة وطقناها كتجي كذلك بنينة ولذيذة. بسم الله. كناخدو هاد الإدرة باش غادي نطيبو الخضرة، كنصبو فيها شوية ديال الزيت، كنصبو فيها كذلك البصلة قطعنا هاد الشكل شني فات، وكنتركوها حتى تتقلى لينا بهاد الشيء كتبان. كما سبقنا قلت لكم بان السكسو كيجي بنين ولذيذ بهاد الطريقه، غير جربوه. راه سبقنا حطيت انواع كثيره ديال السكسو، اللي جرب شي سكسو كيعجبو بهاد الطريقه، باش ان اللحم كتبقى بالبنه ديالها والخضره كتبقى البنه ديالها، ولا تجينا بجوج كيجيو لذيذ، كيجي السكسو رائع ولذيذ. بسم الله. بعد ما تقلنا فينا بدلات فينا البصله وهاد الشيء، كنزيدو داك الزعفران ها هو، كنحاولو نشيلو الكاس لان باقي فيه، كنحاولو نشيلو الكاس لان باقي فيه، باقي فيه الماء، باقي فيه داك الزعفران باش ما نضيعوش. والان كنحاولو نديرو كذلك الخضره. بالنسبه لي باغي يزيد العطريه يزيدها، اللي ما بغاش يتعفيب هذيك العطريه يدير الخضره. انا باقا غادي نمزجو باللحم، المرقه ديال اللحم والمرقه ديال الجزر، يعني ديال الخضره. بالنسبه كنسبقوا الخضره الاولى اللي بطيب اللي كتسد لنا الطياب. ناخذ هنا خيزو راه فيه انتما كتلاحظوا العطريه، الفيته، كناخدو كذلك السلوية راه كتبغي الطياب، السلوية كتبغي كذلك الطياب. ومن بعد كنديرو هاد المكور اللي بغا يضيف كيف ما سبق ليكم العطرية يضيفها. بالنسبة نسب كذلك هاد الدجاج، بسم الله. بعد ما طقنا تقريبا شي بعد دقائق ولا جوج دقائق، الان غادي نحاولو نصبو من جوانب الماء باش تطيب لنا هاد الخضرة، كذلك باش نفورو عليها. تقريبا كان الماء شي ترونص الماء
باش كنطيب لنا الخضره. بمجرد ما تطيب لنا هذه الخضره تقريبا نص طيبه كنضيف فوقها سكسو باش تطيب مزيان، باش كيطفو لينا بالنسبه للسكسو راه كنفورو الا فوره واحده. ودائما هذا المرق كندوقو الا خصو الملح حتى تطيب كنزيدو الملح، لان عرفتي المرق الا طاب بلا ملح كيطيب بالسوس ما كيطيبش بلود. الان كنطيب تنطفو تطيب لنا الخضره تقريبا نص طيبه بسم الله. بعد ما مرت تقريبا 20 دقيقه طابت لنا هذه الخضره نص طيبه، الان غادي نحاولو نصبو هذه الطماطم نتوما بعد ما بشرناها. كناخد واحد الفعيقه ديال السمن، السمن الحار البلدي ها هو، وهذا اختياري غيديرو. والان غادي نحاولو نمرو باش نديرو الخضر الاخرى القرعه تخريفيت، عندي تخريفيت الانواع ديالها هذه الكبرى والاخرى. كيف ما تلاحظوا بان الخضره باغيه كطيب، باش نحاولو نفورو عليها السكسو التفويره الاخيره. وكندير معدنوس نتوما وكندير بكريعه كذلك غادي كطيب، باش ندير فوقها سكسو يفور لينا الطفيره الاخيره. بعد ما تركنا سكسو حتى شرب لينا مزيان كنغطيو عليه باش نديرو الفوره الاخيره بسم الله. بعد ما تركنا سكسو كما كتلاحظوا تقريبا 20 دقيقه كنحلو على هذا الشكل، كيجي ساهل كيتحل ما كيتعجن ما والو، كنبقى نحلو فيه. من بعد كنضرب في القصريه حتى تنحل باش نكمل الحله كنحلو فيه، كتجي طريقه سهله ودغيا كيتوجد السكسو. اي وحده تجربوا اي وحده ديروا، بزاف الناس كيعكزوا داك انه كيفور ثلاثه الفرات، ولكن هذه الطريقه راه كتجي كذلك سهله وبسيطه بسم الله. بعد ما حلينا السكسو انتما كتلاحظوا تيجي مفرز وكيجينا معجنش على هذا الشكل. الان غادي نحاولوا نوضعوا في الكسكس باش يفور فوره واحده وفوره الاخير باش نقدمه. بالنسبه نحاول ندير ليه شي معلقه كبيره ديال الزيت كاحتياط بالنسبه للمده ديال الان، مبره مدهون وشبع الزيت ومزيان كنمزجو على هذا الشكل. وحتى الملحه هو هذاك القياس اللي درت دائما لاجيكم الملحه نتوما كتلاحظوا. والان غادي نوضعوا في الكسكس ونطيفوا، كنطيفوا تقريبا 30 دقيقه نوضعو هنايا وكنعمرو الكسكس ونردو فوق الفيلا بسم الله. بعد ما درنا سكسو في الكسكس الان غادي نردو يفور فوق الخضرة بسم الله. الان غادي نحاولو نوضعو الخضرة نوضعو السكسو في الخضرة. كندير هاد الفلفلة ولكن كنكون على بال الا حسيت بها انها طات راه كنحيدها باش ما تلقيهاش ديك الخضرة، وكندير السكسو. بالنسبة للسكسو اللي بغي يغطي بغي يسرع العمليه يدير واحد الزويف هذا غطي باش ما يتعجنش لينا. الان بالنسبه ليا ما كنغطي كنتركو حتى تيطلع الفرن مزيان كيفور لينا مزيان، كنتركو تقريبا 30 دقيقه بسم الله. بعد ما تفور السكسو هانتوما كتلاحظوا حنا تقريبا 30 دقيقه كنحيدو من وكنحيدو من بعد تنحيدو كنحلو في القصريه. هانتوما كتلاحظوا بان هاد القريعه الحمراء كنحيدو راه طابت المرقره معلكه. الان غادي نحاولو نحيدو هاد القريعه كنحيدوها بلا تلوي احسن لان راه طايبه مزيان، وكنبقاو كنحيدوها وكنستيوها كنضربها كنبقي نسقيو السكسو كتجي رائعه وكتجي لذيذه لذيذه واحد البنت لا تقاوم. بعد ما درنا المرق ديال اللحم في السكسو في الخضر الان انتما كتلاحظو المرق كيجي رائع وكيجي بنين، كنتركو الحمص واللحم حتى نقدمو مع السكسو بسم الله. الان غادي نصبو هاد السكسو في الكسريه بعد ما تفور كما سبقني قلت لكم، وكنحاولو نحلو باش نقدمو كيجي طايب باش كيجي رائع نقدمو كنحلو فيه. لكن ما كنحلوش فيه كنحلو فيه دغيا باش ما يبرد لينا. اللي بغى يدهنو بالسمن يدهنو، اللي بغى يدهنو بالزبده يدهنو، اللي بغى يدهنو بالزيت يدهنو، حسب له كامل الاختيار. بالنسبه لي انا غندير فيه شويه ديال الزيت فقط لانه غندهن شويه ديال الزيت ما كنكثرهاش شي معلقه، والسمن الحار البلدي كيجي رائع كيجي بلدي بسم الله. الان بعد ما كدينا السكسو الان غادي نحاول نسقي
هذا الشيء المرقه كتجي رائعه وكتجي لذيذه وبنينه. سقيو شويه كنوضعو في وسط اللحم عاد من بعد كنستفو الخضره. من بعد كنحاولوا نستفوا الخضر. الشكل النهائي للطبق ديال السكسو كيجي على هذا الشكل. كيجي بعد ما كملناه وضعنا الخضر كيجي هذا السكسو رائع وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. وبنين كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم. هي جربوه وبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.